يا صباح الخير والسعادة والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بتجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد. النهاردة الأربعاء 12 أكتوبر 2022 16 ربيع الأول 1444 هجرية. ما أقدرش أقول أي حاجة تانية قبل ما أقول يسعد صباحك يا نهاد. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح يعني الأصفرات والحركات. صباح الورد. عاملة إيه؟ الحمد لله يا نهاد. يا رب يومك حلو وجميل ويوم السادة المشاهدين زي الفل يا رب ويوم جميل عليكم. معانا زي ما قلنا كده وزي ما هند لسه قايله لكم فقرات كتيره ومتنوعه ان شاء الله تحوز على اعجابكم، بس في البدايه خلوني افكركم سريعا بصفحتنا الرسميه على الفيسبوك اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي اسفل الشاشه، دايما في انتظار متابعتهم يا هند. اكيد يا نهاد، وخلينا نبتدي حلقتنا كده باخبار جميله. الحقيقه هي فخر لكل مصري، يعني لان امبارح كان في زياره ولقاء هام جدا بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمدير العام لمنظمه الصحه العالميه تدرس أدهانوم. اللقاء ده كان فيه تصريحات مهمة جدا بتظهر وبتبين مدى الجهد والشغل اللي قامت بيه وبتقوم بيه الدولة المصرية في واحد من الملفات الشائكة جدا وهو ملف الصحة. كمان نظرة العالم لمصر اللي اتغيرت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وبتتغير لسه للأحسن. امبارح مثلا خلال اللقاء الهام كان في تأكيد وإشادة من مدير منظمة الصحة العالمية بالدور المصري في ملف الصحة وخاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة. وقال كمان ان المبادرات الرئاسية ساهمت بشكل لافت جدا في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، وده غير بقى مبادرات متنوعة اخرى كتير. مثلا على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة انهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال القلوي، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، المبادرات الخاصة بصحة الأطفال والقضاء على التقزم والأنيميا والسمنة والعديد من المبادرات الهامة اللي بتهتم بكافة الفئات العمرية في المجتمع المصري. أكد كمان اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع مصر بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي. طيب إحنا لما بنتابع هذا اللقاء الهام وبنشوف التصريحات دي بنحس بالفخر جدا والسعادة إننا قادرين على الارتقاء فعلا بملف الصحة. ولما بنشوف الإشادات دي على فكرة هي لا تحمل أي نوع من المجاملات، علشان كده بنحس قد ايه بالفخر وبنحس قد ايه ان مصر قطعت شوط كبير جدا في مواجهه واحد من الامراض الشرسه اللي للاسف الشديد تسبب على مدار سنين في وفاه العديد من المصريين. يا نهاد عندك حق يا هند فعلا، واكيد مصر من الدول اللي اصبحت مثال يحتذى به في ملف الصحه والجهود اللي بتقوم بيها الدوله، حقيقي كل الناس شايفاها وبتشعر بيها. كمان خلال اللقاء امبارح تم مناقشه التعاون بين مصر ومنظمه الصحه العالميه ده لتعزيز جهود الدولة اللي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر، وكمان بالإضافة للمبادرات الرئاسية ذات الصلة، ده طبعا بجانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل واللي أكد الرئيس فيها أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، وده باعتبارها واحدة من أهم الأولويات الوطنية وبشكل هيساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030. طبعا كل الدعم للدولة المصرية في التطوير والتقديم والنجاح، إن شاء الله هنشوف مصر كده في مكانتها اللي تستحقها في كل المجالات يا هند مش بس في الصحة. أكيد يا نهاد، وزي ما دايما بنقول ملف الصحة كان واحد من الملفات اللي يعني فيها محتاجة شغل كتير، الحقيقة هي كانت محتاجة شغل كتير ولا زالت محتاجة شغل كتير، لكن احنا دايما بنكون فخورين ان احنا بدأنا على أول الطريق الصحيح، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا شايفين ان مصر كانت زمان قبل كده بتعاني من مواجهة المرض فيروس سي بالزبط. وكانت يمكن من أوائل دول العالم اللي عندها المشكلة دي. دلوقتي العالم كله بيشوف بيبص هي مصر ازاي تغلبت على الأزمة دي وبيحاولوا ان هم يطبقوا اللي مصر عملته عشان يوصلوا بالزبط. لنفس المكانة دي بالزبط. يعني ومن نجاح مصر يعني هاد في مواجهة فيروس سي لنجاح مصر في العديد من المجالات، يعني احنا شفنا وتابعنا مع حضراتكم على مدار اليومين اللي فاتوا الحفل الأسطوري
اللي تم استضافته من قبل مدينة الأقصر لدار أزياء ستيفاني وريتشي، اللي يعني نظمت حفل قوي جدا بمناسبة 50 سنة على تأسيسها. والحقيقة أن بنقول كل التحية والتقدير لسيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، لأنه هو صاحب فكرة تنظيم هذا الحفل الأسطوري. طبعا ده لأنه بيجمعه صداقة قوية جدا ومتينة بينه وبين ستيفانو ريتشي، طبعا مصمم الأزياء العالمي الإيطالي، وأقنعه بأن مدينة الأقصر يعني ومعبد حتشبسوت مكان روعة جدا، ومصر بلد الأمن والأمان، فإيه الفكرة أن أنت تيجي وتعمل هذا الحفل الأسطوري. والحقيقة أن ده مش كلامنا إحنا أن هو حفل أسطوري، لكن اللي يتابع من حضراتكم ردود الفعل العالمية من خلال الصحف والإعلام الدولي، وإحنا شايفين معاكم دلوقتي على الشاشة هذا الحفل الأسطوري وعرض الأزياء المبهر جدا اللي أبهر العالم أجمع، فلازالت ردود الأفعال يعني هاد بتتوالى على هذا الحفل، وكله إشادات، وإحنا بنستعرض جزء بسيط منها على فكرة، لأن إحنا لو حابين إن إحنا نقول لحضراتكم فده يعني مش هيكفي حلقات وحلقات، بنستعرض جزء بسيط منها، واللي بيقول إن هذا الحفل كان أسطوري. طبعا الديكور نفسه بنقول إن يعني ديكور طبيعي، يعني حاجة حضارة، يعني حاجة بتتكلم عن أجمل من كده. وخليني أرجع برضو وأقول يا هند إن يعني النائب محمد أبو العنين بذل مجهود كبير جدا عشان الحفل ده يقام، وكان ليه يد كبيرة جدا الحفل ده يقام طبعا، وهو يعني من الشخصيات اللي بتحاول ان هي تنشط السياحة بشكل كبير جدا. طبعا حفل زي ما انت كنت لسه بتقولي حفل أسطوري، حضر اكتر من 300 شخصية عالمية و30 عارض وعارضة، حاجة بصراحة مشرفة، يعني مشرفة جدا لمصر، وحاجة يعني لازم فخر نفتخر بها طول أكيد الوقت. أكيد يعني هاد، وهو ده بقى عارفة يعني، وإحنا بنشوف الأجزاء كده من الحفل الأسطوري وبنشوف قد إيه مصر جميلة، وقد إيه مصر بلد قوية صاحبة حضارة قوية جدا مش موجود زيها في أي دولة من دول العالم، بنحس قد إيه إن ده دور كل شخص وطني بيحب تراب بلده. لأن يمكن سيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب هو رجل صناعة واقتصاد قوي جدا يشار إليه بالبنان في كل دول العالم، لكن كمان هنا بقى بنتكلم عن الوطنية. الوطنية يا جماعة أفعال وليست أقوال، يعني فكرة إن هو يدعو مصمم أزياء عالمي، إن هو لما يجي يحتفل بمرور 50 سنة على تأسيس دار أزياء ستيفانو ريتشي، لا تعالى مصر ويذلل له كل الصعوبات والعقبات ويحشد هذا الحشد الهائل من الشخصيات السياسية والفنانين والعالميين من كل دول العالم، وتكون الأقصر محطة أنظار للعالم كله. فهي دي بقى الوطنية في أبهى صورها، إنك إزاي كل واحد في مجاله اللي يقدر يعمل حاجة ما يتأخرش عنها ويظهر مصر بالطريقة والشكل اللي تليق بها فعلا. يعني هاد فعلا عندك حق هند، وحاجة بصراحة كانت مشرفة جدا لمصر، ونتمنى أن مزيد من المزيد من يعني عروض الأزياء العالمية والأحداث كلها والأحداث العالمية تحصل على أرض مصر كده، وتكون دايما شيء مشرف أكيد لمصر. أكيد فخر لينا كلنا، ورب دايما كده بلدنا بنتشرف بيها فعلا قدام العالم كله، لأننا فعلا عندنا حضارة قوية جدا، وإن شاء الله ينتظرنا مستقبل أفضل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. حبينا كده نقول لهم عندنا فقرات النهاردة، بس حبينا نبدأ كده بطاقة إيجابية دي أكيد، وأحلى طاقة إيجابية الحقيقة إن إحنا نقول خبر هام ومهم لمصر زي ده. مظبوط يعني هاد. طيب خلينا بقى نقول لحضراتكم فقراتنا إيه النهاردة. كالمعتاد عندنا فقرات متنوعة إن شاء الله تحوز على إعجاب حضراتكم، هتكون البداية مع أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف، هيكون معانا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري. أما بقى هند فقرتنا الثانية فهتكون عن التسويق الإلكتروني والدور اللي أصبح رئيسي لعمل كتير من الناس، وكمان هنتكلم عن الجائزة اللي مصر حصلت عليها، وهي جائزة أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا عام 2022، ويكون ضيفنا في هذه الفقرة المهندس أحمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات. إن شاء الله تكون فقرة هامة ونستفيد منها إن شاء الله. يعني هاد بعد كده فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين مع السادة المشاهدين هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها عن أمراض الذكورة، وهيكون معانا فيها الدكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال. ده كان استعراض سريع لأهم ملامح وفقرات يومنا. خلينا دلوقتي بقى نبتدي مع حضراتكم حلقتنا ونشوف يا ترى ايه آخر أخبار حالة الجو النهارده.
تعالوا بينا نروح نتعرف على حالة الطقس النهاردة. وبتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. تعالوا بينا كده نروح نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبتديها مع بعض بالعاصمة القاهرة، لا تكون العظمى فيها 29 أما الصغرى 20، الإسكندرية 27 20، إسماعيلية 30 18، الدقهلية 29 21، الغردقة 32 23، المنيا 30 19. أما بقى بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياض هتكون العظمى فيها 37 أما الصغرى 21، أبو ظبي العظمى 34 27، أنقرة 21 8، لندن 18 11، واشنطن 23 17، وأخيرا بكين لا تكون العظمى فيها 19 أما الصغرى 7. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على حالة الجو، خلينا بقى نروح نشوف كده يا ترى ايه اخر اخبار اسعار العملات والذهب النهارده صباح يوم الاربعاء. بالنسبة لاسعار العملات، سعر الدولار الامريكي النهارده بيسجل للشراء 19 جنيه 61 قرش، اما البيع 19 جنيه 72 قرش، اليورو بيسجل للشراء 19 جنيه و7 قروش، اما البيع 19 جنيه و18 قرش، الجنيه الاسترليني بيسجل النهارده للشراء 21 جنيه 74 قرش، اما البيع 21 جنيه 86 قرش، الريال السعودي بيسجل للشراء 5 جنيه 21 قرش، اما البيع 5 جنيه 25 قرش، الدينار الكويتي بيسجل للشراء 63 جنيه 18 قرش، اما البيع 63 جنيه 61 قرش. طيب نروح بقى لاسعار الذهب، واسعار الذهب مقارنه بتعاملات الامس الثلاث، فالحقيقه ان فيها يعني قفزه كده نوعا ما. ازاي؟ هقول لحضراتكم بمقارنه كده سريعه بين اسعار الاعيار النهارده وجنيه الذهب وامبارح. عيار 18 النهارده بيسجل 964 جنيه، اما عيار 21 فاستقر النهارده عند 1125 جنيه، في حين ان هو امبارح كان 1090 جنيه. عيار 24 بيسجل النهارده 1286 جنيه، في حين ان هو امبارح كان 1246 جنيه. واخيرا الجنيه الذهب بيسجل النهارده صباح يوم الاربعاء 9000 جنيه، في حين ان هو امبارح كان 8720 جنيه. عشان كده بقول لحضراتكم النهارده في قفزه نوعا ما في اسعار الذهب مقارنه بالامس. تعالوا بينا كده بعد ما تنشطنا نرجع لزميلنا عاصم الشندويلي اللي في الاداره العامه لمرور الجيزه حاليا عشان يطمنا على الحركه المروريه. صباح الفل عليك يا عاصم، يا رب تكون سامعنا دلوقتي. يا صباح الخير والبركه والسعاده، تحياتي ليك يا نهاد، وبرحب بكل مشاهدي صباح البلد من داخل غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه لمرور الجيزه. زي ما قلت يا نهاد، فتره الذروه الصباحيه بدات معانا منذ الساعه 6:30 صباحا بتوقيت المدارس زي ما بيقولوا كده، وهتستمر معانا لحد الساعه 10 صباحا. عشان كده في البدايه اهم مناشده هي لقائد المركبات وتحديدا قائد الباصات والسيارات المتقله الطلبه والطالبات للمدارس. نرجو منهم الالتزام التام بالقواعد الارشادات المرورية والالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، منعا لتكدسات المرورية اللي قدر الله ممكن تنتج عن طريق السواقة بتهور او بعض الافعال للاسف احنا بنشوفها يعني مش لطيفة الصباح الباكر، اللي بتؤدي لوجود تمركزات كثيرة جدا وبناء عليه بترتب تعطيل للحركة المرورية. فده اهم شيء بنناشد كل الناس، احنا نتأخر شوية ونوصل بالسلامة احسن، لقدر الله نسرع او نتهور في السواقة وتحصل لنا مشاكل وما نوصلش للطريق لا قدر الله، وربنا يحافظ علينا جميعا ان شاء الله ويصل كل منا لمراده بكل خير. تعالوا بقى يا نهاد نشوف كده الحاله المريه على الارض الواقع من خلال الشوارع والميادين اللي بتنقلها هذه الشاشات من خلال الكاميرات المثبته على هذه الشوارع، ونبدا مع حضراتكم بمنطقه المهندسين تحديدا يا جماعه الدول العربيه، واللي جاي هنا من مناطق البحوث ومكمل الى مناطق العجوزه او كوبري 15 مايو والزمالك في حاله من السيوله المريه التامه، واللي جاي هنا من شارع احمد عرابي والزمالك ومتجه باتجاه شارع جماعه الدول العربيه ثم مناطق البحوث او الكوبري الخشب،
في حالة من السيولة المرية التامة في شارع جامعة الدول العربية في هذا التوقيت من الصباح. نروح مع حضراتكم لمنطقة الدقي وكوبري الدقي، وزي ما حضراتكم شايفين هنا اللي جاي من جامعة القاهرة أو من الأرمان ومتجه أعلى كوبري الدقي، ثم بعد ذلك البطل أحمد عبد العزيز في حالة من السيولة المرية التامة أعلى كوبري الدقي. أيضا الحارة المجاورة اللي جاي هنا من نزلة أكتوبر من عند الدقي والبطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، ثم مرورا بكوبري الدقي، ثم بعد ذلك جامعة القاهرة أو طلعت كوبري صف من عند جامعة القاهرة في حالة من السيولة المرية التامة. أسفل كوبري الدقي مباشرة هو شارع التحرير بالدقي واللي جاي هنا من مناطق شارع السودان ومتجه إلى مناطق منطقة الجلاء وكوبري قصر النيل وكوبري أيضا الأبرة في حالة من السيولة المرية التامة، واللي جاي هنا من الجلاء والعجوزة ومتجه إلى مناطق البطل أحمد عبد العزيز أو مكمل إلى معانا إلى مناطق البحوث في حالة من السيولة المرية التامة أيضا. نروح برضو مع حضراتكم لميدان الجلاء في منطقة الدقي واللي جاي هنا من كوبري الجلاء ومتجه اللي جاي هنا من شارع التحرير ومتجه إلى كوبري الجلاء في حالة من السيولة المرية التامة، عدا فقط توقف في هذه الإشارة خاصة اللي بتنظم حركة المرور في ميدان الجلاء، وهذه الإشارة اللي بتنقل من سواء من جامعة من شارع التحرير ومتجه إلى شارع مراد أو مكمل إلى كوبري الجلاء أو مكمل بعد ذلك إلى مناطق العجوزة. فزي ما حضراتكم شايفين هنا يعني الأحجام المرية خفيفة ولكن الحمد لله في حركة لم تترتب عليها أي مشاكل. نروح برضو حضراتكم للمحور والشريان المروري الهام تحديدا فترات الذروة الصباحية والمسائية وهو كوبري أكتوبر الذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة بعضهما البعض، اللي جاي هنا بقى من مناطق القاهرة ومناطق رمسيس ومناطق الإسعاف ومتجه بقى إلى نزلة العجوزة ونزلة الزمالك في حالة من السيولة المرية التامة أعلى كوبري أكتوبر، اللي جاي هنا بقى من مناطق الجيزة والدقي ومتجه إلى أعلى كوبري أكتوبر ثم مناطق التحرير أو وسط العاصمة أو مكمل على باقي المناطق على كوبري كوبري أكتوبر اللي مكمل معانا ليه القاهرة في حالة من السيولة المرية التامة في منطقة كوبري أكتوبر. نروح برضو مع حضراتكم لمنطقة السفنكس في المهندسين وكوبري 15 مايو اللي جاي هنا من أكتوبر وزايد ومتجه إلى مناطق الزمالك أعلى كوبري 15 مايو في حالة من السيولة المرية التامة في هذا الاتجاه، واللي جاي هنا من العجوزة أو اللي جاي هنا من مناطق الزمالك ومتجه عبر منطقة 15 مايو كوبري 15 مايو ثم بعد ذلك ميدان لبنان أو مناطق أكتوبر ومناطق زايد في حالة من السيولة المرية التامة. بجوار كوبري 15 مايو شارع أحمد عرابي اللي مكمل معانا شارع أحمد عرابي أو طلعت الدائري من عند منطقة شارع أحمد عرابي في حالة من السيولة المرية التامة، أي نعم أحجام مرية خفيفة ولكن لم تؤثر إطلاقا على حركة المرور، واللي جاي هنا بقى من آخر شارع أحمد عرابي ثم بعد ذلك إلى مناطق متعوبة أو مناطق على جامعة الدول العربية في حالة من السيولة المرية التامة. نروح برضو مع حضراتكم لمنطقة الرماية، وزي ما حضراتكم شايفين في منتصف الشاشة بتتصدر أعمال الإنشاء الخاص بالخط الرابع لمترو الأنفاق، وزي ما حضراتكم شايفين هنا اللي جاي من نزلة الدائرة ومتجه إلى طريق الفيوم وبعد كده حدائق الأهرام أو طريق الواحات أو مكمل الفيوم أو منطقة دهشور في حالة من السيولة المرية التامة، واللي جاي هنا من طريق الفيوم سواء جاي من عن طريق الأوسطي أو جاي من على طريق السياحة أو من طريق الواحات أو من دهشور أو حدائق أكتوبر ومتجه عبر طريق الفيوم ثم بعد ذلك إلى مناطق الرماية وشارع الهرم في حالة من السيولة المرورية التامة. نروح برضو مع حضراتكم هنا لميدان النهضة في محافظة الجيزة، واللي جاي هنا بقى من مناطق الهرم وفيصل ومن كوبري الجيزة ثم بعد ذلك متجه إلى كوبري جامعة القاهرة في حالة من السيولة المرية التامة، أو هيدخل يمين متجه إلى شارع مراد في حالة من السيولة المرية التامة، اللي جاي هنا من مناطق مجلس الدولة ومن الدقي ومتجه إلى شارع جامعة القاهرة في حالة من السيولة المرية التامة، واللي جاي هنا من كوبري الجامعة ومتجه إلى جامعة القاهرة أو متجه إلى كوبري الدقي أو متجه إلى كوبري الصف في حالة من السيولة المرية التامة أيضا. نروح برضو مع حضراتكم هنا إلى منطقة جامعة القاهرة اللي جاي هنا من هرم وفيصل ومتجه إلى ميدان النهضة اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية في حالة من السيولة المرية التامة، أو مكمل معانا إلى الأرمان أو مكمل إلى مناطق كوبري الدقي، ففي حالة من الأحجام المرية الخفيفة اللي بتنتج الحقيقة عن توقف الميكروباصات والباصات، والأمر اللي بترتب عليه تواجد هنا لرجال المرور لأحداث حالة من السيولة المرية التامة. اللي جاي هنا بقى من جامعة القاهرة
من ناحية كوبري صفت، ثم بعد ذلك متجه إلى الهرم وفيصل في حالة من السيولة المرية التامة. مهم جدا يعني هاد، وإحنا بنطلع السادة المشاهدين على الحركة المرية، نقول إن هناك بعض المحاور البديلة تحديدا فترة الذروة الصباحية، زي مثلا مناطق الدائري ناحية القوس الغربي اللي بتشهد منطقة أعمال تحديدا من عند طلعة الرماية حتى منطقة المريوطية. فالحل الأمثل لحبايبنا اللي جايين من أكتوبر أو من حدائق أكتوبر أو جايين من حدائق الأهرام إن هم ياخدوا الطريق السياحي اللي هيقل لهم مباشرة على مناطق دائري المنيب، وده الحل الافضل تحديدا في هذا التوقيت. اللي من اكتوبر نفسها من تحديدا من عند منطقه المصانع وحابب يروح التجمع ممكن ياخد الدائري الاوسطي، ده الحل الاسلم. كمان اللي جاي من اسكندريه بدل ما يسلك المحور والدائري تحديدا في فتره الذروه الصباحيه والباشر بعض الاحجام المريه سواء على المحور او الدائري، ممكن ياخد طريق رود الفرج اللي بيقل مباشره الى مناطق وسط العاصمه وتحديدا عند شبرا، منطقه شبرا. دي كل التفاصيل اللي معايا النهارده عن الحاله المريه، نقلتها لحضراتكم من داخل غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه للمرور الجيزه. مره ثانيه بحييك يا نهاد، ونعود لحضراتكم مشاهدينا الاستوديو عشان نستكمل باقي فقرات برنامجنا النهارده من صباح البلد. شكرا زميلنا عاصم شندويلي من الاداره العامه للمرور الجيزه، بجد دايما يعني بتقول لنا معلومات ونصايح هامه جدا انا شخصيا بستفاد بيها، بشكرك شكرا جزيلا. اما دلوقتي بقى فنسيب حضراتكم مع تقرير عن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للجمعيه المصريه لاقتصاديات الصحه، وده هيكون بحضور كبار الاطباء وبرعايه عدد من شركات الادويه الكبرى. التفاصيل في التقرير التالي. النهاردة ده أول مؤتمر للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، والجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة هي شعبة من شعب الجمعية الطبية المصرية، ولأول مرة بيجتمع مش بس الأطباء، مش بس أهل الصحة اللي هم الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي، لا بيجتمع معهم كمان كل من له علاقة بالاقتصاد بتاع الصحة، سواء كانوا اقتصاديين أو ناس بتوع تمويل أو إداريين، كل ما هو يخص اقتصاديات الصحة والدواء. وده مهم جدا ليه؟ لان هو ده اللي الهدف منه هو مساعده صانع القرار. لاول مره يتم مناقشه علميه دقيقه لمشاكل اقتصاديات الصحه في مصر، وهي من اهم المشاكل التي تحتاجها الدول اللو والميدل انكم اللي هي قليله الدخل ومتوسطه الدخل لكي تحصل على افضل خدمه صحيه باقل مقابل مالي. وده الهدف الأساسي لكل من يعمل في قطاع الصحة في مصر وفي غير مصر. المشاركة العربية النهاردة كانت كبيرة جدا من كل الدول العربية تقريبا، وده شيء عظيم. أيضا قامتين علميتين كبيرتين على مستوى العالم، هما يعتبروا من أهم الشخصيات اللي بتتحدث عن هيلث إيكونومكس، كانت موجودة النهاردة في المؤتمر، بروفيسور زولتان كالو وبروفيسور لويس اللي كان موجود من USA. لو الصحة بتخطط كويس بمعنى أنها بتدي أولويات للأمراض الشائعة ما بين الناس وتديها جزء كبير من تكلفة الصحة، وبعدين تنزل لتحت بالتدريج، نقدر نقول ان احنا الفلوس اللي معانا على قد اللي هي موجودة هنقدر احنا نغطي بيها عدد اكبر جدا جدا من المواطنين، وبالتالي هنعمل رضا المواطن ونقدر نديله الخدمة الصحية اللي هي من جزء من الدستور، حق دستوري لكل مواطن. انا سعيد جدا بدعوتكم الكريمة لي شخصيا عشان اعطي محاضرة عن الخبرة الإماراتية في مجالس الاقتصاد والصحي، نسميها HTA أو Health Technology Assessment، وهي التقييم التكنولوجي الصحي للأدوية وكذلك الأجهزة الحديثة في عالم الطب. بالنسبة لي أول مرة أشارك فيها، وصراحة سعيد جدا بلقاء كثير من زملائي الخبراء المصريين وكذلك بعض الخبراء الأجانب في مجال الاقتصاد الصحي، وبدعوة من الجمعية المصرية للاقتصاد الصحي. برحب بحضراتكم مرة
تانية مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل السنهوري. صباح الفل أستاذ عادل، سعداء جدا بوجود حضرتك معنا. صباح الخير يا هند، وأنا اللي بكون أسعد دايما يعني. صباح الخير على كل مشاهدي القناة الجميلة اللي بحب دايما أظهر فيها يعني. أشكرك، شرف لينا أستاذ عادل. واسمحني نبدأ مع حضرتك والسادة المشاهدين بهذا الخبر، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران لاستعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي اطلع على الجهود الجارية لتطوير مطاري شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وقد عرض الفريق محمد عباس حلمي في هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني وكذلك الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. أستاذ عادل، الحقيقة وإحنا بنتحدث عن ملف الطيران هو واحد من الملفات الهامة جدا لأي دولة عموما، وإحنا بنتكلم عن خصوصية مصر، إحنا مش بس بنتكلم عن مطار شرم الشيخ وسانت كاترين اللي ذكرناه في الخبر واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيه، لكن بنهتم بملف الطيران بشكل عام، ومش بس كمان عشان مؤتمر المناخ، ولكن لما سيعود بالنفع على مصر كلها بالاهتمام بالمطارات سواء الحديثة الحالية أو حتى المطارات القادمة إن شاء الله اللي من المقرر يتم افتتاحها في القريب. كيف ترى هذا الملف وأهميته؟ أشكرك يا هند أنك يعني عممنا الموضوع بشكل أكبر، لأنه بصراحة ملف الطيران المدني اللي مهتم به الرئيس، وزي ما الرئيس امبارح احنا بنشتغل ما بنقولش، لكن فعلا هذا الملف ضمن الملفات الأخرى في تطوير البنية التحتية للدولة بيشهد فعلا ثورة حقيقية في ملف الطيران المدني، ليس فقط على مستوى التأهيل والتطوير أو الأنظمة الملاحية أو إضافة الطائرات، لما تتكلمي على منظومة شاملة على كافة أنحاء الجمهورية. إحنا تقريبا لو قلنا عندنا حوالي 14 أو 13 مطار إلى جانب طبعا خارج المنافسة يعني، أو زي ما بيقولوا لوحده مطار القاهرة واحد من أكبر مطارات منطقة الشرق الأوسط، فعندك في تقريبا في كل محافظة تقريبا مطار. تتكلموا على اللي ما يحدث في المطارات كلها بالنسبة لي على سبيل المثال شرم الشيخ، انت عاوزة توصل للطاقة الاستيعابية بتاعته للتسعة وتقريبا نص مليون راكب سنويا، تخيلي من بزيادة 2.5 مليون راكب. فبالتالي شوفي حجم التطوير اللي بيحصل فيه من حيث مباني ركاب جديدة، تطوير مهابط الطائرات وإضافة مهابط جديدة، تطوير الأنظمة الملاحية. فأنت بتكلمي على حاجة كبيرة جدا. سانت كاترين نفس الحكاية، أنت عايزة توصل ل 900 راكب في الساعة لمطار سانت كاترين، وتوسيع المدارج بتاعته لتصل إلى 8 طيارات. بتتكلمي على المطار، مطار برج العرب نفس الحكاية، أنت عايزة توصلي بيه لأربع ملايين راكب سنويا. بتتكلمي على مطار العاصمة الإدارية الجديد، بتتكلمي على مطار الغردقة عشان توصلي 7 ملايين راكب. عندنا طموح كبير في كل المطارات، أسوان، الأقصر، أسيوط، برنيس، الخارجة، مرسى مطروح، عندنا مطار بورسعيد. فبتتكلمي على نهضة شاملة كل ده على فكرة،
كل ده بيتم بالتوازي. مطار سفنكس احنا نسينا مطار سفنكس. ده مطار ده واعد خلاص اللي اوشك اللي على الانتهاء، واعتقد هيكون من احدث الانفراجه ده اللي هيعمل انفراجه كبيره، بيخدم على خمس ست محافظات بالاضافه للمناطق السياحيه، لانه قريب جدا بين الاهرامات مع المتحف المصري الكبير، وده اعتقد انه يكون واحد من احدث المطارات على مستوى العالم من حيث اتباع النظم الحديثه سواء في الملاحه او حتى كمان الاعتماد على الطاقه النظيفه. فبالتالي اتكلم على ثوره شامله في كافه مطارات مصر. الرئيس لما بيشتغل ما بيشتغلش في مطار واحد او اثنين، كل هذه المطارات على فكره فيها شغل وأوشكت على الانتهاء، سواء بالتأهيل أو التوسع أو تطوير الأنظمة الملاحية وتطوير ما بين الركاب وتطوير المدارك. فبالتالي حاجة مهولة جدا. كنت أتمنى دايما الواحد بيقول لازم نلحق بالخبر ما وراء الخبر. يعني اجتماع الرئيس بالأمس كان لابد أن نعمل ما وراء الخبر، ماذا يحدث في قطاع الطيران المدني، لأن قطاع الطيران المدني واحد من المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية للأمانة. تكلم على سياحة، تكلم على استشهاد التنمية الداخلية والخارجية، جذب المستثمرين، المستثمر عشان لما يجي يشوف ان هناك دي اول حاجه بيستقبله في الدوله المطار بالتاكيد. فبالتالي انه ده يشجع على حركه الاستثمار وربط كل انحاء الدوله بحرب شبكه طيران متقدمه جدا داخليا وخارجيا. 2019 كان انت حياتي حاجه ضخمه جدا، حركه مسافرين 40 مليون راكب 2019. طبعا في ظل التحديات اللي حصلت الشغل اللي اهم شيء انه دائما في اي قطاع انه لما تحصل اي تحدي او طارئ لا يتوقف العمل بالظبط. احنا مستمرين جدا. ده مهم جدا اعتقد، ودي من نظرات اقتصاديه مهمه جدا ان الرئيس بيعملها، لا يتوقف العمل، لانه بالعكس انه ده دعم لخطه الاقتصاد. مظبوط يا استاذ عادل، وهي دي دايما خطه مصر، فكره ان حتى مع وجود جائحه كورونا او غيرها من الازمات احنا لسه مستمرين في شغلنا. عجله التنميه لا تتوقف، وده بنشوف نتيجته وثماره على ارض الواقع. بالتأكيد. طيب خلينا استاذ عادل اللي ننتقل مع حضرتك من ملف الطيران وهذا الانجاز اللي ان شاء الله نشوفه كمان بيتحقق اكثر على ارض الواقع الفتره الجايه. نروح لملف الصحه، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس تدرس ادهانوم المدير العام لمنظمه الصحه العالميه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان. وشهد اللقاء التباحث حول افاق التعاون بين مصر ومنظمه الصحه العالميه لتعزيز مختلف جهود الدوله التي تم اطلاقها لدعم الصحه العامه في مصر، لا سيما المبادرات الرئاسية ذات الصلة، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة التي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لا سيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال. لقاء هام جدا استاذ عادل، ويمكن احنا لما بنتكلم عن هذه الاشادات بفخر وسعاده، فاحنا ليه بنتكلم كده؟ علشان دي اشاده من منظمه اللي هي المنظمه المعنيه في العالم بالصحه في العالم اجمع، وهذه الاشادات لا تحمل اي مجاملات لمصر، فاذا بيكون فخر كبير جدا. يعني المنظمات الدوليه ما بتعرفش تجامل، مظبوط، والمنظمات الدوليه بيبقى عندها ارقام حقيقيه على ارض الواقع، وان هناك انجاز تم على ارض الواقع. فاهتمام المنظمة الصحية ليس الآن، يعني من قبل كده، بما يحدث في مصر، واعتبار انه ما تحقق في مصر على مستوى الصحة نموذج يحتذى به بالعكس في العالم وفي الدول الناشئة وخاصة قارة افريقيا. يعني انا اعتقد انه المبادرة 100 مليون صحة دي واحدة من اعتقد من اهم الانجازات في المنظومة الصحية
في مصر وفي دول فعلاً. وفي دول الشرق الاوسط، لانه بالفعل انت تحولي من دوله مبوءه بهذا الوباء الى دوله اصبحت نموذج يعالج ناس في الخارج. انت حتى الان تقريبا احنا عالجنا اكتر من 1,000,000 شخص في عدد من الدول الأفريقية، وبالتالي انه كانت مبادرة ضخمة جدا وما زالت مستمرية. الرئيس كان أصدر تعليماته وتوجيهاته أنها تستمر لمدة 5 سنين على مستوى الطلاب المرحلة الإعدادية. تم بالفعل القضاء على أكثر من 95% من نسبة هذا الوباء، الكشف على أكثر من 60,000,000 مواطن، وما زالت المسألة مستمرة. تحت مظلة هذه المبادرة كانت هناك مبادرات كبيرة جدا، أهمها احنا كنا دائما بنعاني من القوائم الانتظار للعمليات الجراحية. انت بالفعل حققتي تقدم كبير جدا، تقريبا بنسبة تصل أكثر من 90% من الانتهاء من هذه الحالات، تم علاج أكثر من 1.2 مليون مواطن في هذه المبادرة. مبادرات المرأة بكل ما تعنيه بقى، يعني سواء صحة المرأة أو صحة المرأة الحامل أو الآخر، دي برضو كانت، أو الطفل، دي كانت من أهم المبادرات اللي كانت تحت مظلة 100,000,000 صحة. مبادرات الأمراض المزمنة، مبادرات السمنة غير السرية. إذن أنت بتكلمي على ملف أنا أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليه بشكل كبير، لأنه مسألة التنمية ليست تنمية جدران أو طوب أو زلط، إنما تنمية إنسان أيضا، وأن مصر ماشية فعلا في هذا المشروع. وده الاهتمام مشروع الأول أستاذ عادل. الكلام مشروع ضخم ومثقل وإحنا أهملناه كثيرا، ولكن محتاج صبر عشان تعملي تصل إلى ما تتمنيه، فأنت قدامك سنوات، لكن أنت حققت بالفعل إنجاز كبير جدا. يكفي رقم واحد ان احنا في مخصصات السنه دي فقط في ميزانيه السنه دي بتكلمي ميزانيه الصحه 310 مليار جنيه. مزبوط. لو احنا حسبنا بالثمان سنوات اللي فاتت ربما تكون تجاوزنا تجاوزت تريليون تريليون جنيه. مزبوط. لانه بالفعل كل سنه بتزيد حسب ماده الدستور بنسب معينه، فاعتقد انه ده مهم جدا، وان منظمه الصحه تشيد بذلك، فهي لا تشيد من باب المجاملات ولكن من باب انجاز حقيقي على ارض الواقع. على ارض الواقع اكيد، ومشوار الالف ميل بيبدا بخطوات. صحيح. طيب بذكر حضرتك بقى استاذ عادل لصحه المراه والمراه المصريه، ده هينقلنا للخبر الاخر حيث ننتقل للحديث عن المراه المصريه، حيث هنأت السيده انتصار السيسي قرينه الرئيس عبد الفتاح السيسي المراه المصريه بمناسبه اليوم العالمي للفتاه، وقالت عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اعرب عن كامل تقدير واعتزازي بالفتيات ودورهن الأساسي في المجتمع، فهن يساهمن في بناء الوطن حاضره ومستقبله، وعلينا جميعا أن نعمل دائما لدعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرا للوطن. على جانب آخر، وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام. وقالت الدكتورة مايا مرسي على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: كل الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي على دعم الفتاة المصرية، فهي بوابة مصر المشرقة ومستقبلها بإذن الله. كل التحية والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا. دائما ما تشارك في الأحداث الوطنية واليوم العالمي للفتاة عموما والمرأة هو يوم فارق، لأن كمان في مصر تحديدا واحنا بنتكلم عن خصوصية مصر، يعني السيدات في مصر عموما والمرأة المصرية حظيت باهتمام كبير جدا من قبل الدولة المصرية لم تحظى به على مدار سنوات كثيرة. وهنا بتكلم عن التمكين السياسي، بتكلم عن تمثيلها في المجالس النيابية، بتكلم كمان عن صحتها والاهتمام بها، عن تقديرها المعنوي أيضا. أستاذ عادل، شوفي في خلال 8 سنين دائما السيدة المبجلة قائدة رئيس الجمهورية أو فخامة رئيس الجمهورية دائما ما يشيد بدور المرأة. هو كلنا ندرك دور المرأة في حتى الأحداث الجسام التي مرت بمصر، عندما يعني كانت تتعرض مصر لأي أحداث كانت المرأة دائما في الصفوف الأولى وفي المقدمة. ويمكن شفنا المشاهد دي كثيرا جدا
في الثورات المتعاقبه وخاصه ثوره 30 يونيو وخروج المراه بهذا الشكل المكثف لصناديق الانتخابات وتلبيه نداء الوطن، فاعتقد ده كان تقدير خاص من الرئيس. ولذلك احنا شفنا بصراحه في الثمان سنوات الماضيه اهتمام بمكانة المرأة سواء سيدة أو فتاة غير محدود حقيقة، ويفوق بمراحل ما تم في السنوات الماضية. الأول مرة في التمكين في صحة المرأة زي ما تحدثنا، اهتمام غير طبيعي بصحة المرأة وخاصة الأمراض التي فعلا التي كانت تعاني المرأة بشدة في مصر. على الجانب الاجتماعي عندك المبادرات الاجتماعية بالذات المرأة المعينة تكافل وكرامة بالنسبة للسيادات، بالنسبة كمان دعم في المشروعات الصغيرة والمتنت الصغر، المعارض اللي بتعمل من أجل المرأة، معارض زي معارض تراثنا إلى آخره وديارنا وغيرها من المعارض. فتتكلمي حتى على الجانب الاجتماعي اهتمام غير طبيعي. على الجانب السياسي نحدث ولا حرج، يعني زي ما احنا شايفين تمكين غير طبيعي، يعني شفنا ست وزيرات يعني حاجة كبيرة جدا، نسبة تفوق 20% من النائبات في مجلس الشعب، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكلهم يعني في عمر الظهور زي ما بيقولوا. اعتقد ان هناك اهتمام غير طبيعي بالمراه وبالفتاه وفي كل مناسبه، وطبعا كان هناك عام المراه يعني، فده كمان أكيد. يعني ما ننساش ان احنا نمر عليه. اعتقد ان هناك اهتمام من القياده السياسيه، اهتمام غير طبيعي لاهتمام المرأة، لانه المسألة يعني زي ما كان بيقول شاعرنا يعني الأم مدرسة، إذا عددتها عددت الشعب طيب العرب. بالفعل هي الأساس. بتكلم على إنها نص المجتمع، هي فعلا نص المجتمع يعني حتى بالأرقام. وتساهم بشكل كبير في تنشئة النصف الآخر يعني، فهي نقدر نقول إن هي المجتمع كله مش يعني. مش كده بس، أنت بتتكلمي كمان دورها في العملية الاقتصادية. أنت في إحصائيات إنه يعني 30% من النساء هم اللي بيعيلوا الأسر. يعني تخيلي كمان يعني مش تربية فقط لغير، لا دور مهم جدا، وأثبتت كفائتها ودورها بالمناسبة. يعني لدرجة ان احنا بقينا نتمنى ان يكون هناك سيدة في كل مكان، ليه؟ على الاقل انه عندهم الجرأة وعندهم الحماس، وبالتالي بالتالي نقدر نشوف. شفنا النتائج، انا اعتقد انه وعندنا الحقيقة يعني نماذج كبيرة يعني. شفنا وزيرة التضامن الاجتماعي اصبحت منصب دكتورة غدا والي اصبحت الان في منصب اعلى، منصب دولي تفخر به مصر وتفخر به المرأة المصرية، وإضافة إلى الدور التي تساهم به المرأة المصرية في كافة المجالات. دايما كده المرأة المصرية هي نموذج مشرف للسيدات في العالم أجمع. طيب ننتقل بقى لحدث عالمي يعني الحقيقة كان محط أنظار العالم أجمع، ومصر كانت في أبهى صورها من مدينة الأقصر. ننتقل إلى الحدث العالمي وهو استضافة احتفالية اليوبيل الذهبي لدار ستيفانو ريتشي العالمية، ولأول مرة في تاريخ المدينة، حيث فتحت مصر أبواب معابدها لعروض الأزياء العالمية، وذلك بفضل تسهيل الحصول على التراخيص الممنوحة من الحكومة المصرية. ستيفانو ريتشي مصمم الأزياء العالمية قال أنه ممتن لهذه الفرصة الهائلة التي أتيحت لكي يكون قادرا على العرض في الأقصر، مضيفا أن الصداقة الكبيرة التي تجمعه بالنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب كانت دافعا قويا لنجاح الحدث الذي دعمه أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. وتابع ريتشي قائلا: أشكركم جميعا على عيشكم معي هذه اللحظة المهمة للمجموعة التي أسستها عام 1972. هذا حلم بدأ قبل 20 عام عندما زرت مصر وتحقق بفضل رجل نبيل وهو النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب. وفي تلك الأيام قررت أن أهدي كتابا للأقصر بمساعدة عالم المصريات العالمي الدكتور زاهي حواس. وتواصلت ردود الأفعال العالمية على تنظيم هذا الحدث، حيث اهتمت العديد من الصحف والمواقع العالمية بمتابعة وتغطية الحدث، وأكدت أنها هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها تنظيم عرض أزياء كهذا في هذه المدينة، وأشارت إلى أنه حفل استثنائي توج بعرض أزياء من 90 إطلالة لصيف عام 2023 في معبد حتشبسوت أمام 400 ضيف من 50 دولة حول العالم.
الحقيقة الرقم يمكن احنا بنقول استاذ عادل هو 400 ضيف من 50 دولة، لكن الحقيقة ان هو كان قدام العالم اجمع وكان فخر لمصر، وكل التحية والتقدير لسيادة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب صاحب الفكرة ويمكن الصداقة القوية اللي بتجمعه بمصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي، هو من أقنعه وكان صاحب الفكرة لتنظيم هذا العرض المبهر في أجمل مكان في العالم. أنا أتمنى عندنا الصور اللي تم توزيعها، أتمنى أنها تتعرض. أكيد الصور كانت مبهرة جدا بصراحة. انا عن نفسي انا ما شفتها كمواطن مصري يا استاذ عادل، تابعت قبل ما تكون كمان كاتب صحفي، انا بصراحه انبهرت جدا، دهشت، قلت يعني كل هذا الجمال في مصر وتاتي دار زي ريتشي مش محتاج اعلان. انا بصراحه انا بقول ان ده كان حدث عالمي يجب التنسيق له واذاعته. معانا عرض الازياء كمان دلوقتي اللي في معبد حتشبسوت. شفت الصور بصراحه بشكل مبهر غير طبيعي. انه المزج ما بين الموضه والمعاصرة مع الأصالة التاريخية للمدينة زي مدينة الأقصر، أكثر مدن العالم ثلاثية أثار العالم، بمعبد حتشبسوت الرائع جدا والمذهل. أعتقد دي كانت مش هقول خير دعاية، دي كانت أبرز دعاية لمصر بالزبط. خلال السنوات اللي فاتت من بعد افتتاح طريق الكباش أو موكب المومياوات، أنا كنت أتمنى أنه مثل أو إذا كان حصل يعني أن مثل هذه الصور مثل هذا الاحتفال لأكبر واحدة من أكبر دور عرض الأزياء في العالم، ماذا نحتاج بعد ذلك؟ مزبوط. واحد جاي يحتفل بالعيد الذهبي بتاعه عندنا، يوبيل الذهبي بتاعه عندنا وبين أثارنا، ايه بعد كده؟ انت لو عملت 100 معرض سياحه و100 زياره خارجيه وداخليه مش هتقدر تحققي المردود الرائع جدا للي حققته دار ريتشي. 100 رساله مش رساله واحده، رساله في رسائل في كل اتجاه لكل العالم، العالم يعرف جيدا ايه هي دار مصر، هي مصر ودار ريتشي تحديدا. ما بالك ان وسائل اللي جايب 400 من اهم مصممي الازياء في العالم المهتمين بالازياء على مستوى العالم، وسياسيين وفنانين يشوفوا الحضاره المصريه بهذا الابهار. انا شفت ابهار بصراحه مدهش. احنا نتمنى انه مثل هذه الزيارات يتم استغلالها بشكل جيد، لان بتوفر علينا كتير بصراحه، شيء جدا بتوفر علينا ابواب كثيره جدا، بتوفر علينا كلام كتير كمان، كلام كتير وزيارات للخارج ومعارض للخارج. كفايه 3 صور دول اللي انا شفتهم، 4 صور، والمشاهد دي اعتقد انها يعني خير دعايه لمصر سياسيا وامنيا وسياحيا وفي كل اتجاه. أكيد. واعتقد هنشوف مردود قريب جدا يعني ان شاء الله يا استاذ عادل. ويمكن دايما بنتكلم عن مصر بفخر، ومفيش اجمل من بلدنا الغاليه مصر، وعرض الازياء اليوبيلي الذهبي لدار ستيفانو ريتشي في مدينه الاقصر طبعاً كان خير دعايه. طبعا اكيد سياده النائب محمد أبو العنين صاحب الفكره بيبذل مجهود بصراحه رائع جدا، وانا عارف طبعا علاقاته بايطاليا وبالفعاليات وبالمؤسسات الإيطالية، ده مجهود يشكر عليه بالفعل، بد من تكريم على ده، لأنه يعني مجهود هو الحقيقة هو مش منتظر فعلا تكريم أستاذ عادل، ولكن هو رجل وطني من طراز رفيع يعني مجهود شخص بيحقق لمصر حاجات كتيرة جدا. لو كل واحد اشتغل في نفس المجال هنحقق كتير جدا، دي أفكار بيسموها أفكار خارج الصندوق. مظبوط. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ عادل السنهوري، نورتنا يا فندم ويسعدنا بقراءة حضرتك التحليلية لمجموعة من الأخبار المتنوعة. شكرا جزيلا جدا والتوفيق دائما عندك. أشكرك أستاذ عادل. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع تقرير عن ندوة لكلية الإعلام جامعة القاهرة جاءت بعنوان أكتوبر استراتيجية النصر والعبور للمستقبل. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في الذكرى 49 لنصر أكتوبر تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ندوة حول أكتوبر استراتيجية النصر والعبور إلى المستقبل، استذكارا لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة وترحما على أرواح الشهداء. إلى الندوة. السيدات والسادة، إذا كان نصر أكتوبر سجل فيه المصريين انتصارا على أعداء السلام، إلا إنه يجسد في حقيقة الأمر مرحلة انتصرت فيها الشخصية المصرية على ذاتها، فتحولت لحظات الانتصار
انكسار الأيام الست إلى مراحل انتصار تتحقق في ساعات الست. ما زلنا نحيا نجني ثمارها. استطاع المصري أن يؤكد دوما بعون الله وفضله على حتمية الحفاظ على تاريخ تليد لمصرنا الغالية. هو الفكرة أنه في أجيال كثيرة جدا لم تكن معايشة ولا معاصرة لحرب أكتوبر، فدور المؤسسات التعليمية اللي هي المدارس والجامعات أن تصل هذه الأجيال بهذه الذكرى العظيمة، لأنه حرب أكتوبر قبل أن تكون تركت تأثيرها على الإنسان المصري والعربي هي غيرت قواعد العسكرية في العالم كله. لك أن تعلم أن ممارسات عسكرية كثيرة لدول متقدمة قد تغيرت تماما بفعل النتائج التي ترتبت على حرب أكتوبر المجيدة. لولا حرب أكتوبر المجيدة نحن الآن نجني ثمارها، لولاها ما كنت أنا ولا أنت ولا هذه الدولة قائمة بالشكل الذي نراه الآن. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، ودلوقتي خلينا نبدأ فقرتنا مع حضراتكم سريعا. بنتكلم النهاردة عن موضوع يعني هو مش بس موضوع مهم لينا كلنا، لكن هو أصبح وظيفة حديثة ومهمة لناس كتير جدا، وهو فكرة التسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني أرخص، أكثر فعالية، أكثر مرونة، أسرع، وانتشر بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة. مش بس بتكلم في مصر، لكن بتكلم على العالم أجمع، وبالتالي هو أصبح عمل أساسي في أي خطة عمل كده بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأها في أي شركة بتبيع منتجات للجمهور أو حتى بتقدم خدمات، فبتفكر على طول في التسويق الإلكتروني. عشان كده وعشان أهميته، وكمان هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم كمان عن موضوع مهم وهو فوز مصر بجائزة أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا لعام 2022. هنفهم إيه هي قصة الجائزة دي بالظبط، وإيه التفاصيل اللي مصر بتعملها، والخطوات اللي بتعملها في هذا المجال تحديدا، وتفاصيل كتير إن شاء الله نعرفها من ضيفنا اللي منورنا المهندس أحمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات. صباح الفل باشمهندس، منورنا في صباح البلد. الله يخليك، تسلمي لي يا رب. باشمهندس أحمد، خلينا نتكلم الأول عن فكرة التسويق الإلكتروني، لأن ده بيشغل بال ناس كتير، وناس كتير بتمارسه ولكن بشكل يعني يبدو عشوائي نوعا ما، ما عندهاش الخطة أو ما تعرفش إيه هي الآلية السليمة اللي ممكن تستخدم من خلالها التسويق الإلكتروني، سواء بتسوق لمنتج أو لخدمة بشكل حرفي، فبالتالي يديها نتيجة أكبر، سواء بتكلم على نتيجة مادية أو حتى نتيجة انتشار في ظل السوق العالمي دلوقتي أنه شغال بالتسويق الإلكتروني أكتر. فالتسويق الإلكتروني إيه هي خطواته الصح عشان نقدر نحقق منه الهدف المرجو؟ الحقيقة هو أن إي ماركتينج حاليا بدأ يكون سوق قوي جدا، في جلب اقتصاد قوي جدا بالعملة الصعبة للدولة أو لأي بلد عموما، بيشتغل ناس كتير جدا فيها. كمان بقى في مصانع، في ناس تجار تجزئة صغيرين بيعتمدوا على التسويق في أن هم يقدروا يبيعوا ويقدروا ان هم ينتجوا ويقدروا ان هو يوصل للعميل اللي محتاجه بسهوله جدا. وده بالمناسبه بيخلي في استمراريه، لان انا يبقى عندي دخل ثابت، عندي مثلا حرفه او عندي مثلا خدمه او عندي منتج برودكت ببيعه، وده طبعا بيكون مهم جدا. عندنا كمان من ضمن الحاجات فكره ان انا اقدر ان انا اوصل للكلاينت بتاعي او اقدر اوصل للعميل بتاعي. للاسف ناس كتير جدا بتوع في فكره ان انا عندي قصه ان انا بعمل اعلان ممول، في ناس فكر كده. هو ده بتربطه ان هو مبدا الاي ماركتنج كاملا. الكلام ده خطا، لان في حاجات هي احيانا الناس بتصنفها سبامينج، ولكن في خليني اقول لك بقى الافكار عموما سواء السبام منها او لا على مستوى العالم كله. بنتكلم في مثلا الايميل، في ناس بتبدا ان هي تبعت ايميلز كتير جدا لعملاء مستهدفين او غير مستهدفين. انا بكلمك عموما على الطرق، منها القانوني ومنها لا. خلينا بس نفهم الناس هو ايه اللي بيحصل وايه اللي انا ممكن اتبعه وايه اللي انا ممكن ابعد عنه.
كمان وده مهم يا باشمهندس. بالظبط. في ناس هتلاقيها تانية بتبعت لك على الواتساب رساله كده تقول لك والله انا فلان الفلاني في شركه فلان الفلانيه عندي برودكت او عندي خدمه وبلاقي ان انا بيجي لي كامبينز وفي اصلا ادوات حاليا تبقى واتساب سندر كتير جدا ممكن احط فيها فقط الرساله مع الايميل مع الرساله مع الارقام مع الصوره او مثلا ميديا بحطها ولا حاجه بتتبعت لملايين من الناس. في من ضمن الحاجات برضو هنلاقي قصه السبونسر ادز دفع فيها على كل بلاتفورم سواء تيك توك فيسبوك تويتر انستغرام كل البلاتفورم كلها بالظبط. فبنلاقي ان دي برضه خدمه بتتقدم ودي الى حد ما دي ليجل ممكن اتعامل معاها ممكن ما فيهاش اي خطوره عليا لان انا بقدم اعلان ممول بعمله فقط. طبعا اعلان ممول ده عشان يتعمل لازم يكون في كونتنت محطوط للناس يا جماعه اللي هي بتحاول تفهم ايه هي قصه الاي ماركتنج كامله. بيكون عندك مثلا صوره او فيديو او تكست عادي تبتدي ان انت تحط فيه مواصفات ليك تحط فيه لو عندك ويب سايت عندك اي حاجه تعملها وتبتدي ان انت تنزل على البلاتفورم اللي انت هتشتغل عليه. ولو انت مثلا تشتغل على جوجل لان في ناس احيانا بتحب ده جدا جدا ان هي تنزل على جوجل ادز بنلاقي ان جوجل ادز لو انت مثلا هتبصيله لينك يوتيوب لفيديو ليك لو انت هتنزل بلاند بيج او ويب سايت معين خاص بيك هتنزل عليه وده طبعا مهم جدا لان نزولك على جوجل بيبقى دايما احنا بنقول في علم الاي ماركتنج كده ان هو الطبقه اللي هي يعني قويه حبتين الناس اللي هو قوي على مستوى الماركتنج بينزل على ده اللي ياخدني لسؤال تاني يا باشمهندس احمد هو سرعه انتشار الاعلان نفسه او سرعه انتشار تسويقي لاي منتج او خدمه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البلاتفورم اللي انا بعلن عليه بيعتمد مثلا على اي من الابلكيشن اللي بنشر عليها ولا بيعتمد على الكونتنت نفسه المضمون بتاعي؟ خليني اقول لك ان ده سؤال مهم جدا وناس كتير جدا بتساله انا بعمل اعلان والاعلان ده خايب جدا ولا بيجيب اي حاجه. مبدئيا في ثلاث حاجات مهمين لازم نخلي بالنا منها. رقم واحد جوده الاعلان. يعني ايه جوده الاعلان؟ يعني انا بحط منتج او بحط ايه بالظبط او بحط حاجه تنافسيه عامله ازاي او هل بعمل اوفر عليه هل مثلا بعمل خصم معين هل انا بحط مثلا حاجه تشد الناس ولا الكلام كله يعني كلام عادي جدا ما انا ممكن اعمل اعلان على حاجه اصلا بخلي الناس يعني تشتمني اصلا تنفر مني بالزبط. اصلا بالظبط او حتى ده تعمل لي بلوك اساسا واصلا ان هي خلاص الاعلان وصل لهم. فاحنا هنا بنتكلم في اليه الوصول فدي نقطه دي نقطه مهمه أول جدا نقطة. تاني حاجه ودي بنتكلم فيها دايما فكره ان انا هوصل لمين اللي هو موضوع الاستهداف. الاستهداف بتاعك ده مهم جدا. انا مثلا زي بعمل مثلا وده يعني شفته لكذا حد بيعمل مثلا اعلان لمعجون سنان مثلا تلاقيه بيوصل لطبقه من السيدات. طب السيدات هيحلقوا دقنهم ازاي يعني بالبلدي كده فانت بكل بساطه يعني فانت برضه موضوع استهدافك انت وقتها بترمي فلوس على الارض صح. لان السيدات لما هيشوفوا ممكن يعني 1% مثلا ممكن يهادي اخوه يهادي تهادي مثلا جوزها خطيبها انما الباقي كله مش هيستخدم ده. فده قصه التارجتنج اخطأت في الاستهداف صحيح ده مهمه جدا. ثالث حاجه بقى البلاتفورم نفسه. في بلاتفورمز محتاجه ان انت تراجع الكونتنت بتاعك. انت لو الكونتنت بتاعك مسروق او متاخد من حد او مثلا انت كوبي بيست كده او انت مثلا واخد صوره وحاططها وعامل فيها يعني بعض الحاجات اللي ممكن ضد البوليسي بتاعك السياسات اللي هي متعلقة بالبلاتفورم نفسه وقتها انت في قيود بتحط عليك بيبتدي ان انت اعلانك يتصنف طبقات تانية في تنافسات كده. يعني انت مثلا لما بتعمل اعلان بتاعك دي نقطة من داخل الـ مثلا فيسبوك مثلا لما بيكلمونا او بنفهمهم او بينفهم منهم يعني سوري بيقول لنا دايما انت بتيجي تعمل اعلانك انت بتدخل في تنافسية مع ملايين من الناس. بتدي اعلانك يقيم على الكونتنت على الكلام على الوصول بتاعه شكله عامل ازاي على المحتوى نفسه الذكاء الاصطناعي يبتدي ان هو يحطك في يعني ريت كده معين ومن خلاله يبدا يتحط عليك الـ 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 الحساب بتاعك مثلا اللي هو الكوست اوف ريفيرزال يعني انت مثلا الرساله بتاعتك بتحسب بكام. القصه دي كلها برضو دي بتكون مهمه جدا في اليه ان انا ازاي بيتحدد اعلاني هل هو ناجح ولا لا اقدر اعمل كامبين ناجحه جدا ازاي واقدر اعمل حمله ناجحه ولا لا بالظبط. فده بيكون مهم جدا واعتقد ان ده هو المعيار الاساسي اللي ناس كتير جدا بتقع فيه. في اليات ثانيه للتسويق كتير جدا يعني احنا بنتكلم مثلا على قصه ان انا ممكن اساسا عن طريق الصفحات. في ناس برضه بتدي ان هي تشوف صفحات كبيره جدا تحط عليها منتج ويتعمل مشاركات وحاجات زي كده ويبتدي الناس ان هي تشوف الكونتنت بتاعك او مثلا يجي حد بلوجر اقول له والله تعالى اعمل لي ريفيو عن البرودكت بتاعي ده وهديك مثلا نسبه او هديك حاجه او بتفق معاه على اليه عموله معينه. ده احيانا دعايه جزء من اساليب الدعايه صحيح. طب باشمهندس احمد
احمد، هو ينفع نقول مثلا في مجالات دلوقتي بقت اكثر انتشارا او خدمات اكثر اقبالا عليها من قبل العملاء بشكل عام وخدمات تانية اقل، فبالتالي لو حد دلوقتي ما عندوش الخبره الكافيه يقول لا انا عايز احقق بسرعه انتشار ونجاح فاروح للخدمه دي او المنتج ده؟ وفي حاجه اسمها برضو ان في بلاتفورم هستهدفها اكتر لانها بتوصل للناس اسرع من بلاتفورم تانية او من منصات تانية. مبدئيا احنا في مصر هنا معظمنا بيستخدم فيسبوك، فطبعا فيسبوك عموما هو لو بنتكلم في عدد مستخدمين احنا تقريبا كده يعني عدد تقريبي احنا عندنا من 200 ل 250 مليون اكاونت فيسبوك في مصر هنا، محسوبين على ان هم المحل الاقامه ايجيبت في موجود في مصر. ليه بنتكلم من العدد ده؟ اصلا ضعف عدد سكان مصر او ما يزيد كمان. لان في ناس كتير جدا بتيجي شركات ايجنسي بتيجي تعمل ملايين من الاكونتات، في اصلا ادوات حاليا ممكن انك كرييت اكونتس كتير جدا بالذكاء الاصطناعي او بالبوتس الموجوده وبتبتدي ان هي تعمل اكونتس من غير ما انا متحكم في اي حاجه. فطبعا انا بكون فرض هو معايا مثلا 60 70 اكونت، بكلم على الناس اللي بتدي ان هي تكريت الاكاونتس دي، فطبعا ده عمل عدد. فهنا الوصول بتاعي لما انا بوصل لمنطقه معينه او بوصل لحد بحط دايما اعتبارات ان انا بيكون عندي بعض الناس الفيك اللي هم بيكونوا موجودين، ولكن منصه فيسبوك تظل هي المنصه الرئيسيه في ما يتعلق بالاعلانات اللي معظم الناس حاليا انا خلاص انا عايز اعمل مول وبتاع، فتلاقي الناس دايما عندها الكونسبت ده. في الاساليب الثانيه يا جماعه لو حبيتوا تستخدموها، يعني احيانا بتدخل تحت طائله ان انت ممكن يبقى في عندك مشكله قانونيه، ولكن انت ممكن لو حد تواصل معاك وكلمك اصلا على الصفحه انت ممكن تكتب رقم مفارقه او تحط مثلا شيت اكسل او حاجه وخلاص يبقى في تواصل مع اللي كلمك سابقا اصلا وهو كان طالب الخدمه بتاعتك وتدي له مثلا الحاجات الجديده والابديتس بتاعتك وان انت يكون في انتر اكشن معاه. ده اسلوب وده مهم جدا. مزبوط. واعتقد ان هو مهم. طب باشمهندس احمد، هو انا ما اقدرش طبعا اعمل اي تسويق الكتروني ولا اخطو اي خطوه ناجحه في المجال ده الا لو انا عندي انترنت ثابت بقدره فائقه بتنافس الانترنت سرعات الانترنت العالميه. مصر الحمد لله يعني حصلت مؤخرا على جائزه هامه لاسرع انترنت ثابت في افريقيا، بنتكلم على عام 2022، ومع ذلك بفرحتنا بهذه الجائزه في ناس بتسال امال انا الانترنت عندي، انا بتكلم بقى على الناس العاديه باستخداماتها العاديه، امال انا الانترنت عندي فيه مشكله ليه؟ هل انا عندي مشكله في كابلاتي؟ طبعا احنا عارفين ان مصر عندها خطه كبيره ومهمه لمد الالياف، كابلات الالياف الضوئيه بدلا من الكابلات النحاسيه، وان ده يعني بيحصل في العديد من القرى حتى في مبادره حياه كريمه والعديد حتى من المدن الجديده واحلال للكابلات النحاسيه في الاماكن القديمه. هل المشكله بتكون فين عشان برضو الناس تفهم لو يقدروا يعملوا حاجة تسرع الانترنت عندهم في البيت؟ ده مبدئيا هي مشكلة الشعب كله دايما بيتكلم في ان الانترنت عنده في مشكلة حتى وان كان بيوصل السرعة كاملة من السنترال. احنا خلينا بس نتكلم احنا فين عالميا. مزبوط. خلاص، واحنا فين حاليا حتى على مستوى الفعلي اللي هو بنتكلم في على مستوى الناس. مبدئيا احنا بناخد خطوات مهمه جدا. خلينا نقول بس ان احنا من كام سنه احنا كان عندنا سرعه الانترنت 1 جيجا او 2 جيجا. مزبوط. والاهم ان هي كانت يعني حاجات بسيطه جدا وكانت سرعات يعني اللي هو ممكن في 4 5 بيجيبوا راوتر ويبتدوا ان هم يتعاملوا مثلا مع محل مثلا كمبيوتر او حاجه يبتدي ان هو يوصل لهم. والسرعات طبعا لا هي كانت انليمتد بالمناسبه يعني. ولكن هي كانت السرعات الى حد ما كانت قليله جدا. فبنتكلم ان في طفره. حضرتك دلوقتي لما بتدفع مثلا 120 جنيه ولا 140 جنيه وتاخد 30 ميجا، في ناس في دول ثانيه بتاخد مثلا 20 ميجا. يعني انا قبل ما اجي في ليا اكتر من حد صديق، يعني محمد مثلا زميلي ده في ايطاليا قايل لي مثلا سرعات الانترنت هناك في ايطاليا مثلا كام، لقينا ان فرق السرعات ما بيننا وما بين ايطاليا يعني الفرق كبير جدا على مستوى ان احنا السبيد اللي بناخدها السرعه السبيد اللي هي السرعه بتاعتنا اللي احنا بناخدها مقارنه ببعض الدول هناك لا قصه مختلفه. خليني مثلا اقول لك الامارات مثلا اللي جنبنا يعني اقل مثال خالص، احنا هنا بنتكلم في عدد سرعات يعني خليتهم يبعتوا لي البرايس ليست بتاعتهم 300 و400 درهم اماراتي خلاص على سرعه مثلا اللي هي ممكن تكون 12 ميجا، احنا عندنا 30 ميجا. والكلام ده على فكره موجود وممكن اي حد يدخل يشوفه. ما بنيجي مثلا نعلي السرعات بنلاقي الكلام ده، ولكن تعالى شوف 300 400 درهم اضربهم في المصري بكام؟ هتقولي لا انا بحسب بعمله البلد. هقول لك تمام، انت عندك 300 400 انت بتدفع 100
وكام؟ 140 جنيه قصاد ان انت اقل سرعه خالص بتاخدها 30 ميجا. فين طيب يعني؟ الازمه هنا بقى. تعالى اقول لك الازمه فين وهقول لك حلها وهندي حته كده في النهايه يعني حصري لحضرتك. باختصار معلش يا باشمهندس احمد، احنا مبدئيا عندنا في ناس مشكلتهم ان هم عندهم جهاز اسمه اي بي تي في، خلاص اللي بيكون موجود في البيت ده بيعتمد على الانترنت، وللاسف يعني جهاز الاي بي تي في ده بنلاقي ان في سحب الانترنت كتير جدا، سحب الكوتا بتاع الانترنت، بالتالي بيخلص الكوتا بتاعتنا اللي احنا متواجدين معاها. ده رقم واحد. رقم اثنين بنلاقي ان احنا عندنا مثلا في اجهزه ممكن تكون كتير جدا بقت موجوده في البيت، اللابتوب حضرتك ممكن تكون سايب وهو بيعمل ابديت، والابديت ده بيسحب من سرعه الانترنت، فحضرتك هنا تعرضت ان انت في سحب الانترنت وحضرتك مش حاسس اصلا. التليفون بتاعك ما هو بيعمل ابديت، بيعمل سوفت وير ابديت كل بقى. فتره هتقفل كل الابديتس دي، ممكن توديها لاي حد بتعرف تليفونات او كمبيوترات لو يعني كده، لان طبعا الوقت مش هيقدر ان احنا نتكلم في كل ده. بنتكلم ان ممكن مثلا كمان يكون عندك حد قريبك ولا حاجه واقف تحت البيت عندك، وعلى فكره ناس كتير جدا لقينا الموضوع ده، بنلاقي حد تحت البيت فاتح وبتاع ويتعامل، فطبعا ده كارثه. فكل الحاجات دي حاجات مهمه جدا. ممكن الراوتر انت حضرتك تشيك عليه او تجيب اي حد يعني قادر ان هو يعمل، او تنزل برنامج اسمه فينج يقول لك مين الاجهزه اللي فاتحه معاك، خلاص وتقدر عارف ده جهازي ده جهازي، اللي مش جهازك فيهم افكن على طول. فطبعا ده هيبقى نقطه مهمه. في حاجه بقى اخيره هنديها لحضرتك كده وهي اكسكلوسيف يعني. احنا لو التليفون كده يجي وهنشرحها مع بعض. اوكي، في أداة كده التليفون واضح دلوقتي معانا على الكاميرا، هنسيب اللينك بتاعها في الكومنتس على الحلقه. تمام. باختصار شديد جدا انت هنا في مصر لو بتاخد 30 ميجا خلاص فجاه انت ممكن توصل ل 1 جيجا. ازاي بقى؟ 30 ميجا ل 1 جيجا. في اداه كده هنسيبها خلاص، نشوف سرعه الانترنت كام. لو باينه باينه على الكاميرا معانا 900 ميجا بت في الثانيه، 900 ومعديه فك بالفكه كمان يعني. أوكي. ده للداونلود، والابلود برضه هنلاقي نفس السرعه. تمام. فطبعا لو نقدر بس باينه، لا باينه معانا على الكاميرا. تمام. فطبعا عدد السرعه هنا كبير جدا، ده موجود وسرعه الانترنت في مصر، وده يعني ده تليفون عادي جدا وعاملين اكسس بالباقه العاديه جدا. فانتوا ممكن ننزل حاجه زي كده الاليه ازاي، وتقدروا تستخدموا انترنت قوي جدا بشرعي جدا والدنيا تمام فيه. والاهم ان انت فكرك لاستخدام الانترنت لازم يكون فكر كويس جدا، لان التكنولوجيا والتقدم ده أكيد بيفرض علينا. يعني لو دخلنا على الابلكيشن اللي حضرتك بتقول عليه، اللي احنا هنحطه باذن الله في على الرابط بتاعه. أوكي. في الكومنت على رابط الحلقه، هيقدر اي حد ان هو يستخدمه ويقدر ياكسس بيه بسرعه انترنت تصل ل 900 ميجا. وده هايل جدا. هايل طبعا. ان شاء الله نستفيد منه. بشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا في فقرتنا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا على المتابعه. بكده بتكون انتهت فقرتنا، لكن لسه حلقتنا مكمله مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا. فقرة جديدة من صباح البلد. النهاردة هنتكلم عن الحقن المجهري، وإنه دايما بيكون من الحلول الأولى اللي بيلجأ ليها أي زوجين اتأخروا في الإنجاب بالطرق التقليدية. وعلى الرغم من ارتفاع نسب نجاح عمليات الحقن المجهري، إلا أن في بعض الحالات للأسف بتكون نتيجتها الفشل. بيكون دايما المتهم الأول في فشلها أو في فشل العمليات دي هي الزوجة، لكن الحقيقة أن في بعض الحالات الفشل بيكون للأسف من الزوج. ده اللي هنعرفه النهاردة باستفاضة مع ضيفي اللي منورني النهاردة، دكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. دكتور ياسين صباح الخير، أهلا بحضرتك، نورنا. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن يا دكتور لما بنتكلم دايما عن الحقن المجهري او عن فشل عمليه حقن مجهري، دايما زي ما قلنا بنتهم الزوجه في المقام الاول ان السبب من عندها او الفشل من ناحيه الزوجه، لكن الفشل بتاع حقن مجهري او عمليه الحقن المجهري من عند الراجل يمكن مش عارفين اصلا يعني ايه. تمام. طبعا هي فكره اللجوء للحقن المجهري موجوده بنسبه كبيره جدا دلوقتي ومنتشره جدا جدا جدا. طيب نرجع برضو لفكرة مشاكل اللي بتخلي الزوجين يلجأوا للحقن المجهري قد ايه بالنسبة للراجل وقد ايه بالنسبة للست. هنلاقي ان المشاكل اللي بتخلي الزوجين يلجأوا للحقن المجهري بالنسبة للراجل هي 60%. ف60% من سبب لجوءنا للحقن المجهري بيكون من الراجل. طيب
بعض الناس بيلاحظوا حاجه في الحقن المجهري. في ناس كتير ستات كتير تيجي تقول لي والله انا عملت حقن مجهري اكتر من مره، يعني احنا بنشوف ارقام، بنشوف 5 مرات وست مرات و17 و20 حاجات للاسف طبعا كتيره جدا يعني. طيب وكل مره مش حدش بيقول لي السبب، السبب ايه؟ فنبتدي ندور هم ما دوروش على ايه؟ فنلاقي ما دوروش على الزوج. صحيح. لان في كتير جدا من الدكاتره مجرد ان الزوج عنده حيوانات منويه خلاص هو دوره انتهى ومش محتاجين منه حاجه، لا محتاجين يفحص ولا يتعالج ولا في حيوانات منويه ناخد نعمل حقن مجهري. ولكن دلوقتي ابتدوا ينتبهوا لاهميه الحيوانات المنويه دي، شكلها ايه؟ التشوه فيها عامل ازاي؟ الحركه بتاعتها عامله ازاي؟ تمام. هل هي عندها كفاءه في تخصيب البويضات اللي هي نسبه تكسير الماده الوراثيه ولا لا؟ فهي الفكره كده ان خصائص الحيوان المنوي اللي بتدخل فيه الحقن المجهري مهمه جدا في تحديد نسبه نجاح الحقن المجهري. تمام. ويمكن هو العامل الرئيسي في ان الحيوان ان الحقن المجهري ينجح هو ان يبقى عندي حيوان منوي الكواليتي بتاعته كويسه. تمام. من ناحية الحركة، التشوهات، العدد يكون مناسب، من ناحية نسبة تكسير المادة الوراثية، وهو ده اللي احنا بنحاول نوضحه للناس. طيب خلينا دكتور نقول يعني ايه اصلا حقن مجهري يفشل، او يعني ايه فشل عملية الحقن المجهري؟ تمام. خلينا نتكلم ان الفشل ليه اكتر من طريق. في ناس تيجي تقول والله انا عملت حقن مجهري لكن التخصيب بتاع البويضات كان ضعيف، يعني جم قالوا لي انت والله احنا سحبنا منك 10 بويضات في اليوم الثالث اتخصب منهم بقى فضل عندنا 5 أجنة ولكن في اليوم الخامس فضل جنين واحد. تمام. فمن 10 بويضات يفضل جنين واحد، معناه ان التخصيب كان سيء. تمام. في ناس تقول والله ده انا قالوا لي ان اتكون لي اجنه كويسه ورجعت الاجنه لكن ما حصلش حمل. ده برضو معناه ان في مشكله، انا ما حصلش حمل. طيب في ناس تقول والله انا قالوا لي الاجنه بتاعتك كويسه ولكن حصل حمل بس كان حمل ضعيف، حمل كيميائي يعني ظهر في التحليل لكن لما رحت ابص على كيس الحمل لقيته فاضي. فاضي. في ناس تقول والله انا عملت ولكن حصل عندي، بيحصل عندي حمل ولكن بيحصل عندي اجهاض مثلا في الشهر الثاني او الثالث، جنين ما ظهرش فيه نبض، الجنين بعد ما ظهر النبض النبض اتوقف فحصل اجهاض في الشهر الثالث. فدي اشكال كتيره جدا جدا لفشل الحقن المجهري. وهو ده اللي بنسمعه يوميا في العياده. طيب اكيد يا دكتور بما ان حضراتكم يعني بتجيلكوا حالات من دي كتير قوي ومتكرره بصوره كبيره، اكيد يعني في اجراءات بنبدا ناخدها مع الحالات دي يعني بشكل منتظم، او اجراءات طبيعيه جدا بتبدا تتخذ مع حالات تكرار فشل الحقن المجهري. بالظبط. بتكون عباره عن ايه؟ بيكون رقم واحد ان انا بجيب زوج واشوف الفحوصات بتاعته. المشكله الرئيسيه اللي احنا بنواجهها ان في ناس كتيره بتعتمد على المعامل العاديه في انه يعمل حقن مجهري، يعني عامل تحليل سائل منوي عادي خلاص في حيوانات منويه نعمل لك حقن مجهري، ولكن دي اول غلطه. طبعا. ليه؟ ان لازم يتعمل فحص السائل المنوي في مركز متخصص للخصوبه. لان اللي بيشوف السائل المنوي ده هو الدكتور اللي بيعمل الحقن المجهري. تمام. هو اكتر واحد عارف الحيوان المنوي ده درجه التشوه ايه، اكتر واحد عارف الحيوان المنوي ده يصلح للحقن المجهري ولا ما يصلحش. يبقى لازم تحليل سائل منوي في معمل من معامل الخصوبه زي مثلا المركز بتاعنا. تمام. دي رقم واحد. طيب رقم اثنين، هل تحليل سائل منوي بس؟ لا، تحليل سائل منوي يوضح درجة التشوه ويوضح الحركة بشكل كويس، يوضح لي العدد كويس، ونعمل تحليل نسبة تكسير المادة الوراثية اللي هي ايه بقى؟ ان احنا بنفحص قلب الحيوان المنوي. أوكي. قلب الحيوان المنوي ده اللي هو المادة الوراثية اللي موجودة جوه راس الحيوان المنوي، لان هي دي المسؤولة عن ان يحصل تخصيب في البويضة. هي المادة دي هي اللي بتتحد مع المادة الوراثية بتاعت البويضة عشان يحصل تخصيب يتكون الجنين. تمام. المادة دي لو فيها تكسير بنسبة كبيرة يعني المادة دي فاسدة، يبقى هيتكون عندي جنين ضعيف. صحيح. جنين ضعيف يحصل عندي المشاكل اللي احنا بنقولها دي، ان ما يحصلش تخصيب كويس في البويضات، ما يحصلش حمل نهائي او يحصل حمل واجهاض، ما فيش نبض في الجنين، يبقى لازم تحليل سائل منوي في معمل أجنة، ويكون نعمل تحليل نسبة تكسير المادة الوراثية. لو نقدر نعمل التحليل مفسر بحيث يوضح لي يكون أكيرت أكتر درجة التشوه
في الراس قد ايه، في الديل قد ايه، وده اللي احنا بنعمله عندنا في المركز. تمام. ده اللي يخلينا نحط ايدينا على اول مشكله. أوه. الحيوان المنوي ده يصلح للحقن المجهري ولا لا، بعد كده نفكر نعالجه ازاي. متهيألي يا دكتور دي من اهم النقط اصلا. صحيح. يعني دي يمكن خطوه في الاول، ولكن هي من اهم الحاجات لانها بترتب عليها طريقه العلاج بعد احنا كده. عندنا ناس بتيجي مثلا عامل حقن مجهري خمس ست مرات. صحيح. يعني حرام دافعين مبالغ كتير قوي قوي. انا امبارح شايف راجل طيب كده من بلد عربي. هو جاني من اسبوعين قال لي انا عامل خمس مرات حقن مجهري وكل مره مفيش تخصيب. تخصيب سيء جدا. يبقى لي جنين ما يبقاش حرام طبعا. فقلت له طب ما تعمل، ما عملتش التحليل ده ليه؟ قال لي محدش قال لي. عملنا التحليل وهو كان ماشي في بروسيس جديده للمره السادسه بتاعت الحقن المجهري. فقلت له، قال لي ده انا ساحب البويضات بتاعت زوجتي يعني يوم الثلاث، يعني احنا جاهزين خلاص. خلاص. قلت له طب ما تعمل التحليل ده. عمل التحليل طلع فعلا درجه تشوه عاليه، نسبه تكسير الماده الوراثيه المسؤوله عن التخصيب عاليه. قال لي طب انا هعمل ايه؟ قلت له يعني هو الافضل انك ما تعملش. عمل. جاني قال لي ايه بعدها؟ قلت له بقى قول لي بس. قال لي انا زوجتي طلعت 12 بويضه في اليوم الثالث كلمونا قال لنا والله في اربع بويضات، وفي اليوم الخامس لقينا جنين واحد من الدرجه الثانيه. ورجعنا الجنين لان احنا ما قدرناش نرجع، كانت زوجتي واخده العلاجات واخده الابر واخده التنشيط. فدلوقتي انا جاي عشان اتعالج لان انا خلاص عارف. خلاص يعني هو عرف كده بدايه الخيط، او يعني عرف البدايه الصح بالزبط. علشان لما يحصل الحقن المره اللي بعدها. ست مرات اتعملوا في كام سنه؟ يعني متاخر طبعا، تضييع وقت كتير، متاخر كتير. في حين كان ممكن تتحل ببساطه، وده اللي بنشوفه. يعني هقول لحضرتك على زوج، يعني اخين كان عندهم نفس المشكله، لان دي حاجه بتتكرر في الاخوات كتير. جاني راجل طيب وكان من الصعيد، فالمهم ايه، انا فاكره لغايه دلوقتي لان هو يعني بين اصدقاء، اجاري عامل حقن مجهري اكتر من مره، ومراته اصلا بتحمل طبيعي وتسقط. فجاني قال انا سمعتك بتتكلم عن التحليل، انا جيت عملته في المركز عندك والنتيجه ايه؟ تمام. فجاني فقلت له والله صح كلامك صح، النتيجه فعلا هو التكسير اللي عادي. فقال لي طب هنعمل ايه؟ قلت له هنشخص الموضوع. بعد الفحوصات عملنا اشعه تلفزيونيه على الخصيتين وتحليل هرمونات، وجدنا ان مشكلته انه عنده دوالي من الدرجه الثانيه. عمل الدوالي 3 شهور، مراته حملت. وبسم الله ما شاء الله عنده بنوته دلوقتي. تالي دكتور الموضوع كمان اكتر من ان هو تضييع وقت، تضييع سنين، تضييع فلوس، بيبقى ضغط نفسي بطريقة مش طبيعية. يمكن دي النقطة الأهم بجد، قد إيه الناس بتبقى مش حاسة بأصحاب المشكلة دول، قد إيه عليهم ضغط نفسي من الأهل، من الجيران، من الأصحاب، وبالذات الأهل. يعني يمكن كمان في الأرياف أو في القرى أكتر. ما هو الراجل ده رد فعله كان جميل طبعا، لدرجة إن أنا بعد ما زوجته حملت لقيت أخوه داخل عليا. أنا عملت التحليل وجيت ده كله جاي جاهز خلاص يعني. قلت له ماشي. فشفت أخوه فكان مشكلته مختلفة، مجرد خلل في الهرمونات. فعلا بسم الله ما شاء الله، مجرد ما خد العلاج اتصلحت الحيوانات المنوية وزوجته حملت. يعني رسائل الراجل والله احنا البيت كله بيدعي لك، احنا بقى طبعًا عندنا طبعًا فرح في البيت عندنا طبعًا. احنا الاثنين اخوات بعد ما كان في مشاكل ابتدى الدنيا تبقى احسن وفرحانين بالاولاد. طبعا فرحة بتبقى فرحة كبيرة جدا يا كبيرة دكتور. كبيرة جدا يعني فرحة لينا. ربنا يا رب يعني ما يحرمش حد ابدا من النعمة دي. دي نعمة فعلا ربنا بيديها لكل الناس، ويمكن يكون يعني فعلا ليها مشاكل او ليها اسباب. ولكن النهاردة مع خبرة الدكاترة بتوعنا هنا في مصر وفي الوطن العربي كله، بقوا يعني يمكن من اشطر وامهر الدكاتره على مستوى العالم كله. ما بقيناش النهارده محتاجين ان احنا نسافر بره زي زمان. صحيح. علشان ناخد تقنيه حديثه، ناخد جهاز الناس حديث. الناس دلوقتي فعلا اللي بتيجي عندنا طبعا هي دي ناس من بره فعلا بيلجؤوا طبعا. ودي ويمكن يا دكتور يعني لو اتكلمنا بقى من ناحيه تانية، ان انتوا كده يعني بتنشطوا الثقافه العلاجيه او الـ يعني الـ 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 العلاج السياحي في مصر، دي حاجه كويسه جدا يعني الحمد لله. بس هي الفكره الواقعيه اكتر، واللي احنا فعلا ابتدينا نعملها من سنين، وكانت وجهه نظرنا ان نشر المعلومة زي ما بنعمله عندكم هنا في القناة. نشر المعلومة جداً الطبية الصحيحة. صحيح. هي اللي بتوعي الناس وتخليه طبعًا يلجأ للعلاج طبعًا الصحيح. ويبعد عن الابتزاز طبعًا، ويبعد عن المشي في طريق غلط. الناس يا دكتور النهاردة كمان الثقافة بتاعتها عالية، بقت بتبحث وبقت بتتفرج وبتفهم وبتعرف مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلم غلط. الناس صحيح ما بقتش ساذجة زي زمان. مريض بيجي يعني يقول والله أنا جيت أنا شفت الفيديوهات كلها اللي حضرتك عاملها، شفت الريفيوز بتاعت الناس كلها عن حضرتك،
شفت طريقه العلاج انا اقتنعت ومقتنع ان انا هتعالج صح. طبعا دي حاجه حلوه جدا النهارده، حاجه يمكن يا ريت كل الناس النهارده تعملها. دكاترتنا بقوا من اشطر الدكاتره في العالم كله. اسمعوا كلام الدكاتره العلمي، بلاش نسمع كلام صاحب او كلام جار، لا نسمع كلام من دكتور يكون موثوق فيه، زي طبعا دكاتره مركز مصر اللي دايما بيشرفونا وبينورونا. يعني يمكن هم اثبتوا وجودهم في العالم العربي كله والوطن العربي كله ان هم بقوا من اشطر الدكاتره الموجودين النهارده. فكرتني دكتور جريت مع حضرتك بسرعه، ولكن ان شاء الله الله اكيد عندنا اسئله كتير وكلام كتير هنكمله مع حضرتك قريب جدا. شرفتنا ونورتنا يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. كان معانا منورنا دكتور ياسين الفقي، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. اتكلمنا النهارده عن مشكله تكرار فشل الحقن المجهري، واتكلمنا كمان عن اول طرق العلاج الصح علشان المشكله تتحل في اسرع وقت وباقل مجهود وبدون اي ضرر نفسي طبعا للناس اللي للاسف بتصاب بامراض او اضرار نفسيه كتيرة جدا بسبب المشكلة دي. وخلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفة من صباح البلد.